حيث في المكتب. اولا الجواب ديال السؤال ديالكم مضمون او مضمن في العقد البرنامج. العقد البرنامج هو رؤيه جديده لشركه الخطوط الملكيه المغربيه اللي خصها تقفز من 50 طائره الى 200 طائره في ظرف وجيز، لانه تنتكلموا على 2037، وبالطبع تواكب هذه القفزه هذه بجميع ما يمكنها من تحسين جودة الخدمات ديالها باش تكون شركة قوية منافسة، يعني قاريا ماشي غير جهويا. ولكن رجعنا غير يعني النقل الجوي بطريقة عامة أو شمولية، بغيت غير نغتنم هذه الفرصة باش نقول أنه خلال 8 الأشهر الأولى من السنة الجارية تم نقل أزيد من 18 مليون مسافر المغرب، أي بزيادة 47% مقارنة مع نفس الفترة في سنة 2022. وخلال الإحصائيات الأخيرة فنقلات شركة الطيران 21 مليون، يعني استرجعنا في 22 كنا استرجعنا 82% ديال 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 2019، تزادت عليها إذن 47%. على مستوى رفع ديال القدرة الاستيعابية من غير الشركة الوطنية، طبعا خصنا نعززوا أيضا البنية التحتية المطارية، وعندنا مشروع ديال التوسيع ديال مطار رباط سالة خلال الإنجاز، تطوان، الحسيمة، ومستقبلا مراكش وكادير وطنجة، مع بالطبع دراسة التوسيع ديال مطار محمد الخامس.